السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة للجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، واحد الصورة كتشوفوها على اليسار هي لشاحنة أو آلية تابعة لمرتزقة البوليزاريو تفحمت، وتفحم من فيها أثناء محاولتهم الدخول للمنطقة العازلة التي دائما نقول على أنها منطقة محرمة على أي كان أي كان. فمن خلال هذه الصورة متابعينا الكرام والصورة التي توجد على اليمين، نلاحظ على أنها نفس الشاحنة، شاحنة عسكرية نفسها اللي كانوا يخرجوا بها المرتزقة وكيديروا بها استعراضات. كل سنة كيخرجوا في تندوف وما جوارها كيديروا استعراضات، ها هي نفس الشاحنة محترقة متفحمة، وكما ذكرنا أيضا تفحم من فيها أثناء محاولتها الدخول للمنطقة العازلة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية باش تعرفوا الكلخ ديال المرتزقة، جايبين هاد الشاحنة ومخبينها تحت واحد الشجرة على أمل أنها ما تبانش للعصافير المسيرة. دابا هادو قال لك عندهم خبرة عسكرية وباغين يتحاربوا وباغين يديروا وباغين يفعلوا. شوفوا الكلخ ديالهم فين وصل. هانتم خبيتوها تحت الشجرة، وفي الأخير مصيرها شنو؟ التدمير، الاحتراق، التفحم. باش تعرفوا متابعينا الكرام، باش تأكدوا بأنه ما كاينش شي حاجة سميتها مدنيين، كاين مرتزقة كيحاولوا يدخلوا سواء بسيارات مدنية سواء بشاحنة من هاد الطراز، وفي الأخير المصير ديالهم يكون كما في الصورة. هاد الشاحنة كما ذكرت متابعينا الكرام هي نفس الطراز اللي كانوا كيستعرضوا بها، شاحنة عسكرية. نطرح التساؤل، ماذا يفعل المدنيين بشاحنة عسكرية؟ هيك تقولوا كانوا هنا مدنيين، ثم كتقولوا كانوا هنا مدنيين، فماذا يفعل المدنيين بشاحنة عسكرية؟ ماذا يفعل المدنيين بشاحنة عسكرية؟ بس تعرفوا درجة الكلخ، ما كيعرفوش حتى يكذبوا، ما كيعرفوش حتى يختلقوا المسرحيات، ما كيعرفوش يختلقوا السيناريوهات، دائما الكلخ في الكلخ. ولكن ما يهمنا في الموضوع متابعينا الكرام والرسالة التي نريد أن نوجهها من خلال هذا الفيديو، وهو أنه هذه الشاحنة المحترقة هو مصير كل من يحاول دخول المنطقة العازلة والقيام بأعمال استفزازية بأي شكل من الأشكال، أي من كان جنسيته، شكون ما بغى يدخل المنطقة العازلة ويدير شي حاجة استفزازية، تماك المصير ديالو غادي يكون مصير هاد الشاحنة المحترقة. تخبى تحت الشجرة، تخبى تحت الرملة، تخبى فين ما بغيتي، لن تفلت من الهلاك. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.